طيب خلونا بقى دلوقتي نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع مراسلنا محمد توفيق عشان نتابع معاه تدريبات النادي الاهلي والاجواء الموجوده هناك في شهر رمضان. يا مساء الفل عليك، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك. مساء الخير يا كريم. مساء الفل. رمضان كريم يا كريم، ورمضان كريم عليك يا نهواند، وعلى كمان زميلتنا العزيزه روزان نصر، وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. كل سنه وانتم طيبين، ومصر وكل الأمة العربية طيبين وبخير يا رب، وربنا إن شاء الله يجعله شهر خير ويمن وبركات على كل الأمة العربية والإسلامية بإذن الله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. قول لنا بقى الأجواء عندك عاملة إزاي؟ اتفضل. الأجواء يمكن الجو النهاردة بعد المغرب كده كان، يمكن الجو طول اليوم كان كويس جدا، جو شتوي دافي يعني، لكن بعد المغرب يمكن الجو قلب شتوي شديد جدا، يمكن في رياح شديدة جدا هنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا الجو برد شويه، يمكن درجه الحراره نزلت كتير جدا عن فتره النهار، لكن طبعا فريق النادي الاهلي اليوم الثاني على التوالي بيواصل تدريباته، يمكن بعد الراحه على طول اللي حصل عليها بعد مباراه نهائي الكاس امام الزمالك، اتضرب امبارح صباحا. النهارده يمكن مستر مارسيل كولر عمل التدريب في نفس موعد مباراه الغد امام البنك الاهلي في مباراه الجوله ال 15 من الدوري المصري الممتاز. الفريق طبعا بدا تدريباته في تمام التسعه والنصف، كان في محاضرة طبعا قبل التدريب اتكلم فيها مستر مارسيل كولر على كل النقاط الفنية اللي تخص مباراة اليوم، الخطة اللي هيلعب بها المباراة، نقاط القوة والضعف في منافس فريق النادي الأهلي في مباراة الغد بإذن الله. بعدها التدريب ابتدى ببعض الفقرات البدنية، ومن بعدها على طول فقرات التدريب بالكرة، وحالا دلوقتي وأنا معاكم على الهواء يمكن آخر فقرات التمرين وهي التقسيمة اللي بيشارك فيها مجموعتين من اللاعبين. بعد انتهاء التمرين بإذن الله رب العالمين هيختار مجموعة مكونة من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره اللي هيحتضن مباراه الغد باذن الله رب العالمين. ومن بعدها ان شاء الله بقى اللاعبين هيتناولوا وجبه السحور في الفندق صباحا، طبعا هيبقى في فتره اكتيفيشن في فتره بعد صلاه الظهر على طول، طبعا هيبقى في محاضره قبل الفطار، بعد كده هيبقى ان شاء الله الافطار في تمام السادسه، ومن بعدها ان شاء الله التحرك لاستاد القاهره في تمام ساعة يعني 6:30 قبل او 7:30 قبل المباراه بساعتين على طول، كان المسافه من الفندق لغايه الملعب تاخد تقريبا 20 دقيقه. ان شاء الله الفريق يكون مستعد، ودعواتكم بقى ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله ان الفريق يختتم يعني مبارياته في الدوري العام قبل التوقف الدولي بنتيجه كويسه ان شاء الله رب العالمين، وباذن الله اللاعبين كلهم يظهروا بكره باداء اكثر من رائع، وباذن الله ثلاث نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يا توفيق. انا يعني طبعا برحب بيك وكل سنه وانت طيب، وعندي بس سؤال، يمكن ناس كتيره كانت على تويتر لاحظت ان هم عايزين بس يطمنوا على الشق ده تحديدا، واحنا مطمنين من الناحيه الفنيه، بس عايزين نطمن من الناحيه ال خلينا نقول يعني اسمها ايه النفسية. النفسيه خليني اقولها كده، انا خارج من بطوله قويه جدا، وفي تخوف صغير بيكون عند بعض الجماهير لما النادي الاهلي بيكون محقق يعني بطوله كبيره ومحقق مباراه كبيره وفوز عظيم، بيبقوا خايفين ان المستوى شويه يقل، يكون فيه ثقه، يكون فيه اريحيه. طمنا على النقطه دي برضو من خلال طبعا الكواليس عندك يا توفيق، هل احنا فعلا حريصين او مارسيل كولر فعلا حريص ان هو يشتغل على الشق ده، لان ده او دي نقطه مهمه جدا. مرحبا بيك طبعا يا نهواند، وكل سنه وانت طيبه وكل الناس طيبين يا رب. من النقطه دي بطمنك جدا وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، ممكن ده نشوف انديه ثانيه، لكن في النادي الاهلي الوضع مختلف تماما. والجميل في الامر ان مستر كولر نفسه بقى عارف خلاص، يعني مستر كولر نفسه من بعد انتهاء مباراه الزمالك والتتويج عارف ان الجمهور ثاني يوم هيطالبوا ببطوله جديده، هيطالبوا ببطوله كاس افريقيا، هيطالبوا ببطوله الدوري، خاصه النادي الاهلي الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه مشارك في كل البطولات السنه دي كحامل اللقب، يعني كل البطولات النادي الاهلي داخلها السنه دي وهو بيدافع عن لقبه وبيحقق نتائج باذن الله تكون يعني اعجازيه او يصعب على غيره المنافسه حتى انه يوصل لنصها، مش بس نفسه على ارقامه. فلا اطمني من ناحيه خالص، يمكن كان في جلسه بالامس قبل تدريب الامس اتكلم مستر مارسيل كولر، خلاص بطوله الكاس اتقفلت من بعد على طول التتويج بنص ساعه بالكثير، اللعيبه بتحتفل وبتقفل على طول، وبتبقى خلاص بطوله في طي النسيان وفي طي التاريخ، بنلعب على مجد جديد، بطوله جديده. يمكن على طول طبعا الاخصائي النفسي اللي موجود او استشاري الطب النفسي اللي موجود في جهاز النادي الاهلي دكتور احمد ابو الوفا موجود على طول مع اللاعبين بيتكلم معاهم، يمكن امبارح كان في جلسه بالامس بيتكلموا عن كل مرحله، خلاص كل يوم بتلعب في بطوله جديده، كاس، دوري، بطوله افريقيا، وبقى خلاص في فصل تام. كمان يمكن حاله بقى من الناحيه النفسيه بتتكلم عليها هواند، كمان في حاله يعني نفسيه اكثر من رائعه، انت بتتكلمي في 10 لاعبين دفعه واحده في منتخب مصر الاول في المعسكر القادم، 2 لاعيبه كمان في معسكر المنتخب الاولمبي، فاعتقد ده مخلي الحاله النفسيه للاعبين يعني جيده جدا. عايز اقول لك ان كمان يمكن لو ما فيش لاعيبه في قائمه الاصابات كان هيبقى عدد كمان لاعيبي النادي الاهلي منضمين للمنتخبات الوطنيه كان هيتخطى ال 15 لاعيب، طبعا يعني ده بالاضافه للاعبين المحترفين من جنسيات اخرى بيلعبوا في فريق النادي الاهلي. فاعتقد لا النقطه دي دايما ما تخافيش على لعيبه الاهلي، ان دايما طول ما جمهور النادي الاهلي وراه
كل يوم عاوز بطوله جديده، ده واصل للعيبه، واصل للجهاز الفني. فباذن الله زي ما قلت لك خلاص بطوله الكاس حصدناها للموسم الثاني على التوالي، وال 39 في تاريخ النادي الاهلي. عايزين كمان بطوله الدوري باذن الله رب العالمين نحصدها للموسم الثاني على التوالي، ونوصل للرقم 43 و44 و45. فما تقلقيش من النقطه دي ابدا، ويا رب ان شاء الله بكره نشوف مباراه جيده في اجواء رمضانيه جيده، وكمان 3 نقاط نختم بيها المنافسات قبل ان شاء الله التوقف الدولي رب باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، قبل ما اختم معاك برضو مهم جدا ان احنا نتعرف على الاجواء دلوقتي. احنا دايما بنتكلم ان في رمضان بيكون في ازدحام كبير جدا وتوافد كبير جدا من الاعضاء، يعني اوصف لنا الحاله عندك دلوقتي عامله ازاي. وطبعا السحور بيبقى مختلف بالمطاعم الكتيره طبعا اللي على اعلى مستوى في الفروع المختلفه للنادي الاهلي، فخليني اعرف منك الاجواء تحديدا في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. عندك حق طبعا، الاجواء في رمضان بتبقى مختلفه، ولكن الوضع بيبقى مختلف شويه اول يوم رمضان. انت عارفه طبعا اول يوم رمضان الاسره المصريه بقى لها طقوس خاصه كده، اللمه على الفطار اول يوم رمضان بيبقى طبعا الفطار معروف الانواع اللي بتبقى فيه بتبقى تقيله شويه، فالناس بتكسل شويه بعد الفطار. يمكن قبل الفطار كانت الدنيا زحمه جدا، لكن عاوز اقول لك حتى وانا جاي الطريق من وسط البلد لحد النادي تقريبا البلد كلها فاضيه. واضح ان الناس كلها فطرت وقعدت في البيت طبعا اول يوم رمضان، بيشوفوا ايه الجديد في التلفزيون، الناس اللي بتصلي صلاه التراويح. فعاوز اقول لك ان في حاجه غريبه في البلد كلها، ان البلد فاضيه جدا، الطرق فاضيه، يعني عايز اقول لك خدت مسافه كبيره جدا ما كملتش ربع ساعه معايا، فلا الدنيا فاضيه. النادي هنا يمكن مقتصر بس الحضور على بعض لاعبي الفرق المختلفه، بعض الاسر اللي بتمارس الرياضه سواء رياضه المشي او كمان الرياضات المختلفه الالعاب الرياضيه الاخرى، اللعيبه اللي بتتدرب في الصالات المختلفه هنا داخل النادي الاهلي، اولياء الامور طبعا موجودين. ولكن طبعا يمكن زي ما قلت لك اول يوم رمضان بيبقى مختلف شويه، ان دايما لمه الاسره المصريه اول يوم على الفطار دي بتبقى طبعا واخده الناس شويه، هو اول يومين يومين يا توفيق. وبعدين هتلاقي بقى الناس توافدت والاعضاء توافدت بشكل كبير جدا، عشان كمان من خلال الشاشه الكبيره يتابعوا المسلسلات المختلفه برضو زي ما كنت بقول، عيله الاهلي تتفرج وسط عيلتك. مشكورك جدا انا وكريم يا توفيق على هذه التغطيه، شكرا ليك جدا.